هي الثاني عشر، ما هيك؟ دائما الثاني عشر في المتجر، الثاني عشر في السرداب، ما هيك؟ الثاني عشر في السرداب. هذا الكتاب اسمه البداوة المنقذة في اللغة والتاريخ، لقد كتبته في ملجأ، القنابل تلعلع فوق ملجئي في بيروت في سنة الكتابة، وبقيت على عدد أيام شهداء عاشوراء في الملجأ 72 يوما. في 72 يوم كنت في الملجأ، كتبت أمورا وأمور، منها البداوة المنقذة هذا، فيه أيضا 12 قاعدة، 12 قاعدة لإنقاذ البرية من كل بلية. إذن استخراج 12 قاعدة لإنقاذ البرية من كل بلية، وقد كتبت في ملجأ، في شبه ملجأ من ملاجئ لبنان، وعنوانه البداوة المنقذة. هكذا يصبح الاثنى عشرية مضبوطة، صار 12. کتاب دوازدهم هم به استفاده که کتابی است که در یکی از پناهگاه‌های لبنان وقتی که اونجا بمباران می‌شده و ایشون در پناهگاه 72 روز بوده، این کتاب رو نوشته و در اینجا 12 قاعده برای به اصطلاح انقاذ بشر نوشتن. مثلا کیف ننقذ جسد العالم و روحه، چگونه ما نجات این جسد العالم و روح آدم را، یا مثلا فرض بفرمایید که لبنان صورت مسقرت للعالم، لبنان یک شکل کوچکی برای جهان، یا مثلا خزان. این کتاب 12 تا به اصطلاح قاعده داره توش که به نام ظاهرن 12 امام، و این کتاب 12 به شما هدیه شد. امیدوارم همیشه شما سربازان امام زمان علیه السلام باشید. ولكنني استأنف الحكم، استأنف الحكم على سيادة آية الله القاضي العظيم. نحن مو بس 12، نحن 14 سيدنا. كل هذا من كل هذا ما نفقت يعني هشت ومينيسين ونفقت هم دوازي ومينيسين بل كي شوردا معصوم بلي هسي فيروي شوردا معصوم. ولذلك نعتبر المقام الرضوي مع الكلام الذي كتب عليه في قصيدة من قصائدي مكتوبة في إيران بالمؤتمر العالمي، هنيئا لأرض رضيت بها مقاما، فأنت الرضا وعلي تفجر عينا، فيعلو السنا علي 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 علي، رباع ثمان عيون بها يجاري سلام بطوبى روي أو بطوبى روي. إذن هذه اللوحة هي الولادة الجديدة للعليين الأربعة، هو مولد الإمام علي 13 رجب. لذلك نحن نعتبر الإمام علي الرضا رمز العليين، علي بن أبي طالب، علي زين العابدين، وعلي يا علي الهادي. این طراحی خیلی خوبم به عنوان هدیه 13 خدمت شما تقدیم میشه، که البته من پیشنهادم این هست که این نوع طراحی ها، این خود این نفس این طراحی چون کسی انجام نداده، ممکن اگر به دست یک طراحی بیفته طبعا ببرش به آستان قدس یک جای یک پول گزافی بگیره و بگه اینو من این کارو کردم. پیشنهاد میکنم حالا مدرسه سلیمانیه یا کتاب امام صادق علیه السلام این رو به عنوان هدیه ای که در سفر دمشق داشته خودش بسته چاپ کنه، در بین حوزه ها هم توزیع بکنه، و یا احیانا من پیشنهادم اینه که به دست کسی دیگه نیفته. چرا اینکه همین امسال در اومد، یعنی ما این مسئله رخ داد، طراحی های کسی دیگه رو آوردن به ما فروختن و بعد متوجه شدیم کسی دیگه بوده، و این هدیه هم به عنوان هدیه 13 هم خدمت شما تقدیم میشه. من عرضم اینه به رسم امانت حواستون جمع شد. الرابع عشر اشجع الشجعان. مرة أخرى أستأذن من الحسين، إن محمداً أشجع من الحسين. مرة أخرى أستأذن من الإمام الحسين، لأن المحمد لأن محمداً سن الشجاعة للجميع عندما قال والله يا عم، والله يا عم، والله يا عم،
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونا. هذا إذن الرابع عشر روح الفدائي. الرابع عشر روح الفدائي، والقصيدة موجهة حديثا للثورة الإسلامية لفلسطين لأهوالنا، بس بلغة الحسين أو بمنطق الحسين يقول الحسين ليس للموت رهبة في صميمي، هو يا نفس غايتي ونعيمي، هو مستقبل الفسيح، هو النعمة تنادي مطامحي وهمومي. وتقرؤون القصيدة إلى آخرها بهذا النغم الحسيني، محبة الموت، الموت شرابنا، الموت حلوانا، الموت سعادتنا، والله لا أرى الموت إلا سعادة. هدیه چهاردهم هم روح الفدایی هست که خدمت شما تقدیم میشه. ایشون معتقد هستن، ما هم معتقد هستیم که پیغمبر اکرم شجاعتر از امام حسین بودن. درسته ایشون کربلا آفرین بودن، اما اون سکویی که از آن کربلا برخاست از مکتب نجات بخش پیغمبر بود که به عمویش حمزه فرمود عمو جان اگر خورشید رو در دست راست ما رو در دست چپم قرار بدهن من از این مسیر هم دست برمیدارم. اسلام اینجوری تکلیف کرد و اسلام به ما بگشت. این کتاب به نام روح الفدایی از اشعاری از ایشون سرودن و از کنم حضور اول شما خدمت شما تقدیم میشه. أنا من جهتي اليوم في خدمتكم، وكل دقيقة بتقضوها معنا اليوم تساوي على الأقل سنة صلاة وصيام وحج تقومون بها في مكان آخر. كل دقيقة، احسبوا كم دقيقة قعدتوا، كل دقيقة هي سنة من أولها إلى آخرها في الصلاة والصيام والحج. وقد أخذنا تأكيدا على هذا الكلام، لذلك اطمأننت ولم أقم مباشرة، مع أنه أنا بالواقع ما بطلع من الخلوة قبل صلاة الظهيرة. في البيت بيجوا الشبان بيقعدوا بيشتغلوا في البيت، ما بخرج أبدا إليهم في الغالب إلا بعد صلاة الظهيرة. لكن معكم اليوم عاشوراء، ما معقول أبدا نترك الحسين في عاشوراء وقلنا رايحين نصلي يا سيدنا. لا، روح موت تحت أقدام الحسين، ذلك هو خير من كل صلاة. روح اضربوا مع علي ضربة في يوم الخندق لأنها تساوي كل عبادة العالمين فيما بعد، وهكذا. إذا أختم بخمسة عشرة إذا ردت، مو بس 14 15. نحن نقول إننا خماس عشريون. لماذا خماس عشريون؟ لأن الخامس عشر من شعبان مولد صاحب الزمان، وبالتالي اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك يكون شريط البارحة الذي سجله لكم رمضان في الليل الذي ألقيت به القصيدة على أنني ألقيها أمام الإمام الرضا. قلما أقول قصيدة من أولها إلى آخرها في مجلس ما، واستأذنت من الإمام الحسين وقلت بالإذن من الإمام الحسين أنا أتوجه إلى الإمام الرضا. فقصيدة رقية ترثي أخاها الرضيع وجوابه موجودة بكل أحوالها الدرويشية، وهذا جواب الدروشة موجود في الكيفية. يعني ما عد أستاذ الجامعة، ما عد القاضي، ما عد الأستاذ، الآن أنت في الحضرة، يعني في الحضرة مرغ رأسك في التراب لا فرق. هذا مهم، يعني لك تعمل لي رسمي وكرافات وحوزة وكذا، الآن أنت في عاشوراء، أنت في الميدان، ينبغي أن تكون ميدانيا فتخرج. الشبان سألوني إنه هو حكي ولا فعل، أردت أن أضرب مثلا عن الفعل.
كيف نخرج اعتقادنا إلى صورة الفعل؟ هذا هو الخامس عشر إذن، وإننا بانتظاره. ادعوا لأنفسكم أن تصفو لتصبح قابلة للمقابلة، قابلة للتلقي، وأنا ألتمس منكم الدعاء لأصبح في هذه القابلية أنا وأنتم إن شاء الله. هدیه پونزده هم نوار سخنرانی دیشب هست که ایشون یک مرتبه اون وقتی که بحث میهمان های امام رضا علیه السلام مطرح شد، اون قصید با این که ایشون در سخنرانی ها قصیده رو کامل نمی خونده از اول تا آخر، دو سه تا بیت رو می خونده، ولی کاملا از بد به بد ختمشون خوند. با اجازه از امام حسین به خاطر امام رضا علیه السلام، مرسی حضرت لوقیه برای برادر شیرخوارش کاملا و عرض کنم حضور انور شما، این فیلم نوار آن به اصطلاح خدمت شما تقدیم میشه که انشاءالله در حوزه داشته باشید. ماله دیشب است که خدمت شما تقدیم میشه. 15 به عنوان 15 نیمه ماه شعبان، امام تولد با سعادت امام زمان علیه السلام. صلوات بر علی.